حازم امام، يومك عامل ازاي في الحظر؟ تخنت في الحظر ولا بتلعب سبورت كل يوم؟ كلنا تخنا، تخنت ولا ما تخنتش؟ اكيد هو ما تخنش. لا والله طبعا ما تخنتش والله، زي ما انا ما تخنتش زي ما انت. برافو برافو برافو. لا بتمرن كتير، بلعب كتير، يعني بحاول ان انا ما اقعدش ساكت، يعني ماكسيم ممكن اقعد يوم او يومين كتير ما اتمرنش يعني. فده يمكن، بس خلي بالك مفيش حاجه الواحد يعملها برضه، هو مش زهق الواحد بيتمرن، فاهمه يعني؟ انا ببقى نازل وانا مش يعني مش عايز، بس هو مفيش حاجه هقعد اعمل ايه. فبحاول ان بتمرن، ما باكلش كتير قوي، بس يعني بصراحه بحب اتحرك، يعني بحب اتمرن. طب طبخت؟ دخلت المطبخ طبخت؟ لعبت شويه في المطبخ؟ خالص مالكش فيه؟ انا باكل، بس هم بيعملوا ويالفوا ويلحنوا في ولا المطبخ اكل صح؟ ويطلعوا لي. يعني هيا وتاليا، هيا وتاليا ابتدوا مثلا دلوقتي يخشوا يعملوا. امبارح عملوا كوكيز، هم اللي عاملينها لوحدهم من اي تو زي، يعني بيعملوا واو. البتاع من اولها. انا اكل، يجيبوني يعني ادارك ايه، فباكل. يعملوا كريب اكل، تشيكن وينجز لسه معموله من يومين كده، ظبطت معاهم شفت يعني. فبس بس لا انا ما بعملش. ما بتخش عندي ثلاث المطبخ؟ بنات مالكش في وامهم، المطبخ؟ عندي ثلاث بنات وامهم، اخش كمان كل ده ليه؟ طب سؤال بقى، الوجبه الاساسيه بالنسبه لك على السفره في رمضان؟ في رمضان بصي، بابا الله يرحمه كان دايما في رمضان دايما كل يوم في طاجن فود، فول في طاجن كده، كنا بنعمله زمان الله. في فول الطاجن اللي هو زي فول في الطاجن كده، بيبقى ليه طعم مختلف جدا. كان دايما بابا دايما كل يوم لازم يبقى موجود على السفره، تعودت منه الموضوع ده. انا مش يعني باكل اللي موجود، يعني ما ببقاش ليا طلبات في الاكل، يعني باكل، بحب المحشي، بحب لازم يبقى في شوربه عامه، الشوربه دي اهم حاجه يعني طول السنه. الشوربه اول حاجه لازم اشربها في اي في الغداء يعني، او في الفطار على في رمضان. الشوربه دي مهمه جدا بالنسبه لي يعني، فرمضان بيبقى لازم شوربه، وعلى الاقل تبقى لسان عصفور، هي اللي بيبقى احس دايما ان احنا في رمضان يعني.